بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هيا بنا كلنا لنسجد عند اقدام المحبه وفسطينا ملك الملوك ورب الارباب. سر عجيب هو اللي وعد وقال حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. نؤمن ونصدق انك في وسطينا كرامة ومجد ليك. ارفع عيون إيماننا نحوك لنراك ونشبع برؤياك كرامة ومجد ليك. فالأول نرفع إليه ذبيحة حمد وشكر تليق بجلاله كلنا. كلنا نرفع إليه ذبيحة حمد وشكر. لأنه مستحق. نشكر كل حين لنا الأمين. نشكر كل حين لنا أمين. من أنعم بالفداء الثمين. من أنعم بالفداء الثمين. هللويا مجدا هللويا شكرا هللويا. ناس جودوليس من المسيح العظيم. ناس جودوليس من المسيح العظيم. وبعد الشكر اقول له انا محتاج لك، انا محتاج لك. اللي ما عرفهوش حتى الان يسرع ويترمي عند قدميه. لعرفوا لك من خطاه يقدم توبة الآن. الآن الآن أمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا قاضيا عن أزمنة الجهل. الله الآن، الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل.
قل له تو ابني فاتو برم، قل له افطمني عن كل شهوة رذيخ، قل له اقبل توبتي الآن مرحب بينا، فاتح أحضانه لينا، بيحب كل واحد فينا، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، نشكرك نشكرك. وبعدين نقول له احتياجات نفوسنا، أنا محتاج لك. المريض يقول له أنا محتاج لك، اشفيني. والتعبان يقول له أنا محتاج لك، ريحني. والحزين يقول له أنا محتاج لك، عزيني. والمقيد بالأرواح النجسة يقول له حررني، حاضر ليستجيب كل الطلبات، حاضر ليغني، حاضر ليفرح، حاضر ليشفي، حاضر ليعزي، حاضر ليطيب خاطر كل أحد، حنين وطيب، بيدفدف علينا ولاده وبناته الغنين عليه. اشكره، كلموه كلموه، مد ودن لكل احد، حتى اللي مش واخد باله. بيقول اصغيت الى الذين لم يسالوني. يمكن انت لغايه دلوقتي ما سالتوش، لكن مديلك ودنه، مستني تكلمه. كرامة ومجد ليك، إله عجيب في حبه، إله عجيب في حبه، إله عجيب في حبه. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، اصنع بينا معجزات يا رب، اصنع بينا معجزات. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزة. رنموا معايا كلكم، كل اللي سمعني، أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تعمل إيه؟ تصنع بنا آيات ومعجزات. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. محتاجين لك، محتاجين لك، محتاجين لك في أيام صعبة، والمخاوف والتهديدات محيطة بالإنسان من كل جانب، وأنت بر الأمان، وأنت الصدر الحنين. بنلجأ لك، كلنا بنترمي عليك، كرامة ومجد ليك، واخدنا في حضنك. أعظمك أعظمك أباركك. لك المجد يا رب، لك المجد، كرامة ومجد ليك. خدنا على جبل عالي، انفرد بينا زي ما كنت بتاخد تلاميذك في ملء الزمان، إلى موضع خلاء ليستريحوا قليلا منفردين بيك. انفرد بينا، انفرد بينا، اختن كل ودن بتسمعك يا رب الآن. خلص نفوس، اشفي مرضى، اصنع بنا آيات ومعجزات، اسحق عدو الخير،
اعط نصرة لعبيدك وعبداتك يا رب. قلبنا قلبينا احنا بيسوع، قلبنا احنا بيسوع واحنا عابرين وادي الدموع، واحنا عابرين وادي الدموع، وكل واحد شايل صليبه، وواحد حامل صليبه وماشي رنم ورا حبيبه، وماشي رنم ورا حبيبه، والفكر رايح في المجد الآتي، والفكر رايح في المجد الآتي، ده حبيبنا وعدنا والأنا آتي، ده حبيبنا وعدنا وقال أنا آتي. غالبين غالبين احنا بيسوع، واحنا عبرين وادي الدموع، كرامة ومجد ليك، خدنا على جبل عالي وهنينا بجلسة معاك، اختن ودنا نسمع صوتك ونفرح بالكلمة ونعمل بيها، استنى نصايحك وإرشاداتك، استنى بركتك وعطاياك، كرامة ومجد ليك، يحضر يده مليانة من كل البركات، يوزعها علينا يشبعنا تعزيات، يحضر يده مليانة من كل البركات، يوزعها علينا يشبعنا تعزيات، يشبعنا تعزيات، يشبعنا تعزيات، يوزعها علينا يشبعنا تعزيات. بنشكرك طيب وحنين، كرامة ومجد ليك، كل نفس ساجدة بين يديك الآن محتاجة لك، وانت أدرى باحتياج كل نفس، وزع بركات من أجل اسمك وحدك اللي دعي علينا، من أجل وعدك بالبركة، من يقبل إلي لا أخرج خارجا، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. احنا مش بنخبط على باب مقفول يا رب، ده انت معانا وفي وسطينا، واعد بالبركة لينا، بارك كل نفس ساجدة بين يديك، بارك كل نفس ساجدة بين يديك، سامحنا واغفر خطايانا كلنا.
واغفر خطايانا كلنا. عدنا للوقوف بين يديك يا رب، املانا بالمحبة، املانا بالمحبة، املانا بالمحبة. يا غافر الخطايا، يا مانح العطايا، يا غافر الخطايا، يا مانح العطايا. زين الكنيسة ولتكن بك قديسة، زين الكنيسة ولتكن بك قديسة، اجعلها في ملء الروح مثل ما طلب داود، أعطي عبدك قوتك، أعطي حسب الوعود للكنيسة قوتك، مثل ما طلب داود، أعطي عبدك قوتك، أعطي حسب الوعود للكنيسة قوتك. كرامة ومجد ليك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. خدنا على جبل عالي، كلمنا، علمنا، ارشدنا. اللي ما عرفك شيء أعين ضعفه وجهلته وافتح له الطريق. انت منتظر الكلات المعينين للحياة الأبدية. هات الذين هم لا يسمون حامهم حظيرك، هات من بعيد والبيت يزيد ويكمل العدد بقوة الأسد، ويكمل العدد بقوة الأسد، ونقول تعالى آمين، تعالى يا ربي تعالى آمين، تعالى يا ربي يا يسوع، يا ربي اسمك ارفعه عليه، عملك وسط السنين نحيف، يا ربي اسمك ارفعه عليه، عملك وسط السنين نحيف.
هات يا ربي هات، هات البنين وهات البنات، هات يا ربي هات، هات البنين وهات البنات، هات من بعيد والبيت يزيد، هات من بعيد والبيت يزيد، ويكمل العدد بقوة الأسد، ويكمل العدد بقوة الأسد، ويكمل العدد بقوة الأسد، ونقول تعالى آمين تعالى يا ربي يا يسوع، ونقول تعالى آمين تعالى يا بنشكرك لأنك أمرت بالبركة، لك كل الكرامة والمجد إلى الأبد، آمين. ودلوقتي زي ما احنا متعودين نسمع كلمة صغيرة للمنفعة، وكلمتنا النهاردة حوالين القيامة طبعا، والكلمة اللي قالها معلمنا الرسول بولس لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموتي، لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. يمكن لما أقول لأعرفه وقوة قيامتي، قوة القيامة، فاكرين رب المجد يسوع في يوم خميس الصعود بيكلم الآباء الرسل بيقول لهم لا تبرحوا أورشليم. أمال إيه؟ انتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. إيه يا رب الموعد؟ لكنكم ستنالون قوة، ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، فتكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ستنالون قوة. يبقى القوة هي إيه؟ هي سكيب روح الله، هي ملء روح الله. وهم ما انطلقوش للخدمة إلا بعد ما نالوا القوة دي. صحيح المسيح قام له كل المجد، ويمكن كلمة هقولها هنتكلم عليها بعدين كتير، لكن كلمة زي ما قلت قالتها واحدة من الفضليات واحنا في شم النسيم قاعدين بنتأمل كده، وقالت القيامة ما هيش بداية لكن القيامة امتداد، وراها بركة كبيرة. ننتظر موعد الروح القدس، ملء روح الله، سكيب روح الله، القوة، القوة. لكنكم ستنالون قوة لأعرفه وقوة قيامته. ومن غير قوة القيامة مش ممكن إنسان يتمتع بعطايا الروح القدس، مواهب الروح القدس، يكون إنسان جسدي، جسدي لا يودي ولا يجيب. لكن معطية الروح القدس مع القائمين من موت الخطية والتائبين القديسين، تلاقي إنسان شديد لعرفه وقوة قيامته. قوة القيامة، أنا كنت ناوي أتكلم كتير النهاردة، لكن لفت انتباهي كلمة بعتنها لي في الفيسبوك ولا في إيه، انا طبعا ماليش في الحاجات دي ومش ضليع، لكن سمعتها كلمة قلتها زمان
عجبتني كأني بسمعها لأول مرة. قالوا لي احنا حاطينها على السايت والصفحة بتاعتك. قلت لهم انا ما سمعتهاش، كأني بسمع نفسي لأول مرة. فتعالوا نسمع كلمتين اتقالوا، معرفش بتاريخ ايه ولا في انهي سنة، لكن اتقالوا بعنوان قوة القيامة. اتفضلوا نسمع تسجيل عن قوة القيامة. اللي عايش قوة القيامة مليان بالروح، اللي عايش قوة القيامة مجمل بالمواهب، اللي عايش قوة القيامة أطاع الوصية الآمرة امتلئوا بالروح، اللي عايش قوة القيامة صانع آيات ومعجزات. الآن المسيح شخصيا اللي حاضر في وسطينا بيشجع كل واحد وواحدة فينا، يقول ممكن انت الغلب تاكل تبقى الاول، وانت المسكينة اللي على قدك تبقى الاولى. وبيقول اعطي الروح القدس للذين يسألونه. لم يدور على انسان متعلم ولا انسان غني ولا واحدة جميلة ولا انسان صفته، لا، عايز قلب مشتاق. أعطي الروح القدس للذين يسألونه، ويرجع يقول لنا كلنا بالأمر امتلئوا بالروح. اللي سمعني في كل أنحاء الأرض الله بيؤمر بيقول امتلئوا بالروح، امتلئوا بالروح. أي واحد يسألني أملأ بالروح، يجي الشيطان يقول لك ايه، هو الموضوع سهل كده؟ يا ما بتسمع ناس بتتكلم باللغه دي، هو الموضوع سهل كده؟ خلاص بقت يعني ايوه الموضوع سهل كده، وبقت خلاص سهل كده، وانا بتكلم بلسان المسيح الموضوع سهل كده، لان دول اولاده وبناته ما يعزش عنهم شيء. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ اطلب واطمع في المسيح، انت ابنه، اطلب واطمعي في المسيح، انت بنته. قل له جملني بالمواهب، انا عايز اخدمك، عايز اكرمك، عايز اشهدنك، عايز اكون ليك، عايز اغلب الخطيه، عايز اعيش باين في العالم، عايز اعيش حياه مسيحيه. اطلب وما تخافش، وسد حلق الشيطان اللي بيكسر مقاديفك، واقطعي لسان الشيطان اللي بيقول لك انت مين، انت فاكر الموضوع سهل؟ اقطعي لسانه. المسيح بيشجعك، انت ابنه. غاليين جدا صدقوني، احنا مش مقدرين محبة المسيح وغلاوتنا عنده. ده لما حد مثلا يصلي ويبكي له وينزل دمعتين كده، عارفين الدمعتين اللي بتنزلوهم دول؟ يقولوا انتوا كده غلبتوني. المسيح يقول غلبتوني، حولي عني عينيك، بس كفايه كفايه، بس ايه حولي عني عينيك، فانهما ايه؟ غلبتاني. انا مش محتمل دموعك، انا مش محتمل دموعي. ده مين اللي بيقول؟ المسيح. مش محتمل. يا سلام، اللي عايز يغلب المسيح يقتل دمعتك. مجرد وانت قاعد تقول له سامحني، ما يستنى تقول له كلمة سامحني، ياخدك في حب وتطلع فرحان فرح ما بعده فرح. ده مسيحنا. انا مش موعد صدقوني، انا عايز اعرفك باللي ليك في المسيح. انت مش انسان عادي، وانت مش انسانة عادية. التعليم اللي لخمط دماغنا والشيطان اللي عمال يكسر مقاديفنا، دوس على الشيطان وادخل بصدرك في مسيحك، لانه بيحبك وانت غالي جدا عليه، وانت غاليه جدا عليه. لم يعاتبني على الخطر، ما جاله الولد عامل ومسوي، من بعيد شافه طلع يجري عليه وتحنن، خده في حضنه، مع ان الولد جاي وسخ وحاله بالبلى، لكن ده ابني هذا، ابني هذا. الله، بعد كل اللي عمله، ايوه ده ابني، ما تغيرش، ده مولود من فوق، ده ساكن فيه، انا فيه وهو فيا، يحبنا،
أعطانا عطية الروح القدس، سر القوة، سر المجد، سر الشهادة، سر الغلبة، سر الفرح. عطية الروح القدس ليك الآن، الآن قوة القيامة، سلطان على الخطيئة. قوة القيامة تخليك تدوس الخطية برجليك، تنتصر على الخطية وتعيش حياة طاهرة ونقية. انت تدوس الخطية تغلبها وتعيش حياة الطهارة ونقاوة القلب. أيوة عارفين أنا زعت الكلمة دي ليه؟ هقول لكم، وأنا هقول موضوع له خطورته خلال الأيام دي. وسائل الإعلام ولا بتسموها مش عارف إيه دي، اسمها إيه؟ ها؟ الميديا وإيه تاني؟ التواصل، وسائل التواصل الاجتماعي. خلي بالكم من كلمتين هقولهم، هي بقت في الحل، صدقوني بقت في الحل. في لحظة في طرفة عين هنبص نلاقينا روحنا. كلامي مش وعظ، كلامي مش وعظ، ودي ودنك للكلمتين اللي هقولهم، لان اللي حاصل ذكره قبيح. ازاي؟ انا هقول لك في مجموعتين في الوسط، ادي مجموعه وادي مجموعه من الخدام. خلي بالكم معايا، في مجموعة أنا آسف إن أنا أقول ضع منها الهدف والقلوب خليت من المحبة والاسم خدام، لكن اتجرأ واقول بيخدموا الشيطان. ازاي؟ دي مجموعة. بتعمل ايه المجموعة دي؟ بتسمع ابونا مكاري او فلان او علان. عارفين بتسمعوا ليه؟ عايزة تستدلوا اي غلطة. ليه؟ عايزة تعمل وتسوي فيه، عايزة تدفنه. دي شغلانة المجموعة دي بحجة الدين والكنيسة والخدمة والإيمان والتسليم، بحجة أتاري أنت مخدوع لأن قلبك خلي من المحبة، قلبك خلي من المحبة. إنما اللي لفت انتباهي، أسيب المجموعة دي، اللي لفت انتباهي إن في مجموعة تاني حبت ربنا وعايزه تمجد اسمه، تمجد اسمه، والقلوب امتلأت بالمحبه، لقوا كلمه حلوه زي اللي سمعناها دي، اخذوها يعملوا معاها مزيكا ويزوقوها ويحلوها وبعدين يرسلوها للعالم. خدمه. بيخدم مين؟ بيخدم الملك. ده اللي خلاني ازيع الكلمه. فرق كبير بين خادم وخادم، فرق كبير بين إنسان وإنسان، فرق كبير. ده بيخدم الشيطان وذاته، وده بيخدم المسيح له كل المجد. فلنتحذر، وليمتحن كل إنسان نفسه، هل أنا مليان بالمحبة؟ هل بتمنى الخير لغيري؟ هل أنا عايز الكل يخلص؟ الكل يخلص؟ الكل يخلص؟
ويتمجد اسم المسيح. آمين. دلوقتي بنعمل ايه يا اولاد؟ ها؟ نية واحدة. معانا إيهاب من أسيوط، اتفضل يا إيهاب. أيوة سلام المسيح. نعم، عايز تلبس صلاة؟ عايز تلبس صلاة؟ حاضر. نقول إيه يا إيهاب؟ والد ابويا تعبان، انا قلت ابوك. أبوك تعبان، ألف سلامة يا حبيبي. وانا برضه معمول للسحر يا ابوك. وأنت إيه؟ معمول للسحر. معمول لك سحر. طيب. عرفت إزاي؟ ما تعبان ومتغير ومتضايق. متضايق. وأنت فين من المسيح يا إيهاب؟ أنا أبونا كل ما نقرب الشيطان بيحارب. كل إيه؟ كل ما نقرب للمسيح نلقى الشيطان بيحارب فيها أصلا. طب وبعدين؟ عرفت عايز نتوب يا أبونا. الصوت مش واضح. عايز نتوب يا أبونا. عايز إيه؟ عايز نتوب. تتوب؟ طب واللي منعك؟ تتوب دلوقتي؟ نتوب يا ابو. تقول ايه للمسيح؟ نقول له يا رب سامحني. ايوه بس. الو. الاتصال اتقطع. معانا اكرام من البحيرة. اكرام تفضل يا اكرام. ايه ابونا مساء الخير يا ابونا. واحدة ولا واحد؟ واحدة. إكرام. نعم يا إكرام. كل سنة وأنت طيب يا ابونا. وأنت طيب يا بنتي. يا ابونا أنا معايا جوزي تعبان بقالي 5 سنين سحر وأعمال، وبيتنا في بيتنا وغوشة جامدة يا ابونا، وأنا تعبت يا ابونا، ما خلتش ولا جا ولا كنيسة ولا ما أي، تعبت خالص، نفسيتي تعبت من عيالي وجوزي. جوزي لا بيرضى يصلي ولا يتناول يا ابونا، ويدعي ويضرب ويشتم ومبهدل الدنيا، مش عايز يقعد في البيت. يضربك. وجوزك معاكي دلوقتي؟ جوزك معاكي؟ الو. ايه الحكاية يا اولاد؟ الو. ايوه حضرتك، انا والدتي تعبانه. انت مين؟ انا ابن المسيح. انت ابن المسيح، بتتكلم منين؟ انا من طلبيه هرم. ايوه اتفضل. حضرتك انا امي تعبانه، عندها الورم الخبيث. ألف سلامة. عايزك تصلي لها. مش عايزة تعمل عملية. لو ربنا تمجد الفلوس اللي أنا هعمل بيها العملية أوديها لربنا، يعني لخاطر الرب. وأنا يعني أنا بصلي ليل ونهار، ويعني بحب المسيح قوي من كل أعماق قلبي. هو حبيبي، هو إلهي، هو مخلصي. انا تايب يعني. انا بحب اتفرج عليك انت وسابونا، واحب اسمع كلامك جدا. برافو. احب الساد المسيح. انا خدامه وتحت طوعه. هو ربي وهو الهي وهو مخلصي. هو فديه، هو اتطلب من اجلي واتعامل من اجل انا وانا الخاطي. وانا تايب دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح، بقوه دم صليبه المرض ده يروح من امي. الله. برافو يا ابني حبيبي. حبيبي السيد المسيح، إلهي ومخلصي،
بحبه قوي قوي، هو ملجأي، هو قوتي، هو نصرتي، الله. هو حبيبي، حبيبي حلو كله حلو، حبيبي حلو كله حلو، يا سلام. كله مشهيات، حبيبي 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 يسوع المسيح، هو ربي وهو إله وهو مخلصي، أنا ما أقدرش أستغنى عنه. هو أمين. حبيبي، هو أمين. قلبي. بس أرجوك يا أستاذ أبونا، حتى أنا بعتلك على الواتس، حتى والدتي دلوقتي هي بتسمع دلوقتي ال تعبان قوي أبونا، تعبان 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 بسبب أمي قوي، بس أنا عندي إيمان وعندي ثقة اللي هو يشفيها، عشان هو قادر، يعني هو الطبيب الحقيقي، طب هو شوف إلهنا يعني الحي، هو إلهنا الحي. أنا طيب. مش يعني أنا دلوقتي الدكتور، أنا دكتور واحد بس، هو السيد المسيح، هو دكتور واحد بس، السيد المسيح، طيب يا هو حبيبي، قادر يشفيها، هو طيب اللي خلقنا، إحنا صنعة إيده، طيب اسمعني اسمعني وأنا التراب والرماد. اسمعني اسمعني، أنا مبسوط جدا من كلامك، والمسيح فرحان بيك، واللي انت بعته على الواتس وصلنا، واحنا بنصلي من اجل امك ومن اجل كل احد، واخد بالك؟ بس عايز اقول حاجة، احنا مش بنقول يا رب لو شفتها انا هديك فلوس، لا، ربنا مش محتاج لفلوس ولا محتاج لاي حاجة، احنا نقول يا رب من اجل محبتك لينا اؤمر ليها بالشفاء، أمر ليها بالشفاء. وأنا مبسوط جدا منك ومن كلامك، يا ريت كل الناس تكون زيك، تحب المسيح وتنسبي فيه، تنسبي فيه. ربنا يباركك يا ابني، وكلمة حلوة قلتها باسم يسوع أمي تشفى، وأنا بقول تاني باسم يسوع المسيح أمك تشفى. ربنا معك يا حبيبي. أيه. ايوه معانا مريم من عين شمس. مريم من عين شمس. ايوه يا ازيك يا ابونا؟ ايوه يا مريم. ابونا انا بقالي شهر تعبانه، وكل اسبوع بكلمك وقلت لي يسوع يفرح قلبك، انا وبنتي تعبانين بقالنا شهر حين عند الدكاتره. تعبانين بايه يا مريم؟ انا وبنتي كان عندنا ميكروب، والنهارده الدكتور قال لي عندك اشتباه في كورونا، نصلي من كتر العلاج. نصلي يا مريم ربنا يمد ايده. لو يسوع زعلان مني يديني اي اشاره، بس انا مش بعمل له حاجه عشان يزعل مني. لا، ربنا ما يزعلش منك، ومهما عملت من خطايا ربنا بيحبك، لانه محبته ما بتتغيرش، بيحبك محبة كاملة دايمة، كاملة دايمة. انت كويسة بيحبك، وحشة بيحبك، فما تشكيش في محبة المسيح. انا عايزاي يشفيني يا ابونا، انا تعبانة جامد وبنتي تعبانة، وبقالنا شهر رحيم جايين على الدكاترة وعلاج وحقن. انت تصلي واحنا هنصلي، وربنا يمد ايده ويشفيك. لكن يا مريم عايز اطمن على حاجة مهمة، انتي فين من المسيح؟ انتي فين من المسيح؟ انا مش بصلي يا ابونا كتير، وفي خطايا، الخطايا مش قوي يعني، مش قوي مع ولادي يعني، بس بزعق فيهم، مش سامعين الكلام، بس مش خطاياها. نتوب عن اي خطيه يا مريم. اتوب يا ابونا. كلمي المسيح وقولي له، تقولي له ايه؟ اقول له يسوع سامحني ان كنت اخطيت، وسامحني على اي حاجة عملتها، واشكرك على اللي انت بتدهوني. انا فعلا كلمته وبقول له لو انت زعلان مني اديني اي اشارة او اديني اي علامة، بس عايزك تسامحني وتشفيني انا وبنتي، انا محتاجة لك جامد تدخل بيتي، انا حزينه جامد ومكتئبه جامد، وحالتي النفسيه مش خالص. عايزك يا يسوع تمد ايدك وتشفيني انا وبنتي، لان انا ماليش غيرك، انا بطلبك كتير بس حاسه ان انت مش بتجيلي او مش سامعني. لا ايوه، ربنا فرحان بيك يا بنتي،
وربنا. أنا نفسي أقرب مني يا أبونا، نفسي أقرب مني ويجي لي. آمين. ربنا سمع صلاتك وإحنا بنصلي، وربنا يمد إيده بالشفاء الآن، وهتكلمينا تاني وتقولي نشكر ربنا الرب شفاني. آمين. أنا متابعك كل أسبوع بكلمك، بس صلي لي بجد أنت ويسوع. حاضر حاضر، تفضلي. ماشي يا أبونا، تفضل. شكرا. أيوه، أنا ابن الرب من سوهاج، ابن الرب، اتفضل. أيوه يا أبونا، إزيك يا أبونا مكاري؟ أهلا يا حبيبي. أقبل الآية دي يا أبونا. أيوه. حضرتك يا أبونا، أنا في مشكلة يا أبونا وعايزك تصلي لي. إيه المشكلة؟ بنت أختي تعبانة يا أبونا. مالها؟ بنت أختي تعبانة، ليها سنة ونص ما لا بتاكل ولا بتشرب، وقاعدة في الشقة وطافية النور في أوضة ضلمة. أبوها ما بترضاهوش تخليه يطلع من الأوضة، ولا أمها تروح الحمام، وعمالة تكسر في الشقة، كسرت التلفزيونات والمراوح وكسرت كل حاجة يا أبونا، وقصت في شعرها، قصت شعرها وكسرت التلفزيون، ومش قادرين عليها يا أبونا خالص. لينا زي سنة ونص يا أبونا، رحنا صلينا لها عند ناس كتير، ناس تقولنا عالجوها نفسي، رحنا عالجناها يا ابونا سنة ونص ما جايبش نتيجة خالص. وفي ناس تاني بتقول ده هي عندها شيطان، وشيطان صعب ما ينفعش يطلع، وسفلي وعاوز يجننها، مش هيسيبها الا ما يجننها. طب هي فين؟ احنا هي فين؟ هي قاعدة في الصالة يا ابونا دلوقتي. طيب هات شوية مية. هات خلاص. ايوه يا ابونا، معايا مية. معاك مية؟ ايوه. وانتوا كلكم سامعيني؟ انا وابوها وامها سامعينك، بس هي في الصاله. ايوه، بس خليكوا انت وابوها وامها اسمعوني. حاضر، انا هفتح لهم المايك يا ابونا. حاضر حاضر. سامعيني انتوا الثلاثه؟ ايوه ابونا. طيب المسيح شخصيا في وسطيكم. امين. تمام. امين يا ابونا. امين يا ابونا. المسيح شخصيا في وسطيكم. تمام. امين يا ابونا. ما نقدرش اكون قدامه وعليا خطيه، فلازم نعمل ايه دلوقتي؟ نقول يا رب سامحنا. كلنا طبعا. كلنا قول يا رب سامحني. يا رب سامحني. واغفر كل خطاياي. واغفر كل خطاياي. واقبل توبتي. ومن النهاردة حياة جديدة. ومن النهاردة حياة جديدة. فيش رجوع لأي خطية. مفيش رجوع لأي خطية. أحبك. بحبك. وأخدمك. وأشهد لك. وأستناك. يلا أدخل بالتليفون والسبيكر مفتوح للبنت. حاضر يا أبونا. حاضر يا أبونا. أنا رايح أهو. حاضر يا ابونا. ايوه يا ابونا. يستينا. ايوه يا ابونا. ايوه يا ابونا مكان. خلاص. ايوه ادم به. ايها الاله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من اجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. أؤمر لبنتك بالحرية باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي. أأمر كل روح مضادة، هاربة أو محاربة أو ساكنة في الجسد، بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. شكرا يا أبونا. اسقيها من المية. حاضر يا أبونا. حاضر. سلام سلام. شكرا يا ابونا. شكرا.
معانا سناء من اسكندرية. الو، ايوه يا سناء. ازيك يا بونا؟ ايوه يا بنتي. ماشي يا بونا. بص يا بونا، انا عندي ابن مينا، ابن سامعني مينا؟ حضرتك؟ ها؟ سامعني؟ نعم سامع. الو، انا عندي ابن، انا سناء. ايوه سناء. الو، عندي ابن عنده 31 سنة يا بونا، تعبان. تعبان بإيه؟ هقول لحضرتك، من قيمة 8 سنين كان كويس، وبصينا لقينا مرة واحدة عنده حالة نفسية، مش عارفين حالة نفسية ولا اسم الصبي، وقعدناه عند جميع الدكاترة، جميع الدكاترة والأدوية اللي بياخدها. جات من قيمة من شهر 8 اللي فات الحالة اتشدت عليه، وديناه مستشفيات ويقعد فيها ويضربنا يا بونا، وكسر لي رجلي، ويرمي نفسه على الأرض ويتمرمغ، يعني حالة صعبة شوية يا بونا. هو فين؟ هو أهو فين؟ أجيبه لحضرتك، هو معانا، إحنا لسه جايبينه من المستشفى يوم الخميس. ايه؟ مينا، لسه جايبينه من المستشفى يوم الخميس. مينا تعالى بسرعة بونا، بكاري تعالى. يلا. أيوة بونا، يا بونا ربنا يخليك، تصلي له صلاة حلوة كده. دلوقتي مين اللي سامعني؟ هو مينا جاي دلوقتي؟ مينا، أنا مامته، أنا سناء. يا مينا، أهو يا بونا جاي أهو، تعالى كلمني يا مينا، تعالى حبيبي. ايوه يا مينا. تعال ابونا. ايوه يا مينا. هو مينا مع حضرتك؟ طب خلاص اسكت انت يا مينا. مينا ايوه. ازيك يا ابونا؟ اهلا يا حبيبي. انت ايوه يا ابونا. سنك كم سنة يا مينا؟ 30. سنك كم سنة؟ 30. 30. واخد شهايد ايه؟ جامعة خاصة كهرباء. كهرباء، مهندس يعني. وبتشتغل فين؟ تشتغل فين؟ بشتغل في مدرسة. في مدرسة. بتعترف وتتناول؟ بتعترف وتتناول؟ آخر مرة اعترفت أنت؟ آخر مرة من شهر اعترفت؟ كده. ها؟ من شهر كده. من شهر. وفي خطايا يا أمينة؟ لا ما فيش خطايا، يعني عايش حياة توبة. بتحس بإيه يا أمينة؟ بتضايق على طول، بحب البيت، بحب. نعم، فين الصوت يا ولاد؟ السكة اتقطعت. أم ملاك منين؟ معانا أم ملاك من نجع حمادي، تفضلي يا أم ملاك. سلام طيب يا بوني. وأنت طيبة. عايز أقول بالسلامة منك يا بوني. ليه؟ عيانة يا بونا، صاري تعبان. وعايزة نور ربنا يدير خلف الصالح يا بوني، ويشفينا كلنا يا بونا، ربنا يتمجد يسوع المسيح الناصر يشفينا. يشفيكي ويديك الخلف الصالح. انت ما دام ولد يا ابوني. ايه؟ ما دام ولد يا ابني ادي الخلف الصالح، عايزك تسليني. انت عايزه الخلف الصالح لمين؟ المدام ولد يا ابونا، انا ام ملاك. لولدك. ايه؟
متجوز بقاله قد ايه؟ 7 سنين يا ابونا. ومخ طبعا على الاول وما خلفش؟ لسه يا ابونا ربنا ما كرموش. والدكاترة بيقولوا ايه؟ بيقول ما فيش حاجة يا ابونا، وطلبوا من ربنا، انظروا لربنا. دكاترة بيقولوا انظروا لربنا؟ ده دكاترة حلوين دول. يا ابونا. طب يا ام ملاك انت بتعترفي وتتناولي؟ يا ابوني بس الصراحه لي فتره ما اعترفتش ولا تناولتش عشان الكورونا. عشان الكورونا. مش بقدر اروح. دلوقتي انت لوحديك ولا معاكي حد تاني؟ انا بيتنا كله يا ابونا كامل. دلوقتي مين معاك؟ مين معاك وانت بتتكلمي؟ يا سيد المسيح معاك. لوحدك يعني؟ طب عايشة حياة توبة؟ في يا ابونا وفي توبة يعني، في اعترافات والحمد لله يا ابونا نشكر ربنا. في توبة وفي اعترافات. يا ابونا. وفيش خطايا؟ إلا بس يا ابونا بحلم أحلام صالي تايهة مش عارفة ليه. إيه؟ أنا بنحلم حلم صالي تايهة. تايبة. طب بارك. تايهة بارك ربنا يكون معاك ويبارك حياتك يا بنتي. حاضر. ايوه مين معانا؟ معانا بنت الرب من اسيوط. ايوه انا يا ابونا نفسي ربنا. نعم انا يا ابونا عايزك تصلينا، محتاجة لك يا ابونا تصلي لي، انا تعبانة عندي مرض نفسي صعب جدا، وادلي نازلة 7 سنة وانا انسانة خاطئة وحشة قوي يا ابونا. يا سلام. طب ربنا يسوع يحب الكلمة دي، لكن لازم الكلمة دي يبقى وراها كلام تاني. عارفة ايه الكلام التاني؟ قوله لي يا ابونا انا محتاجه لك ونفسي اتكلم معاك كلام خاص يا ابونا، مش ينفع اقوله لك على الهواء. لا ما تقوليش. او عايزه اجيب لك يا ابونا انا محتاج. بس اسمعيني ما تقوليش حاجه على الهواء، يكفي الكلمتين اللي انت قلتيهم كفايه. هو ربنا عارف وانت بينك وبينه هو هتقولي له، لكن دلوقتي تقولي ايه للمسيح؟ انا يا ابونا محتاجه لك لان بعيده وحشه خالص، خطيئتي خلتني يا ابونا اتغسلت عنه خالص ومدمره يا ابونا. خلاص عرفنا انك خاطيه، عرفنا انك خاطيه. المسيح قدامك دلوقتي، كلميه وسلمي نفسك ليه. تقولي له ايه؟ اقول له يا رب نفسي تتحنن عليا وتسامحني يا رب وتطبطب عليا وتحن عليا عشان انا محتاجه لك، مش عارفة أعمل يا رب، أنا تعبانة قوي يا رب، محتاجة لك بجد يا رب، لأن مرضي صعب يا رب وخطاياتي صعبة قوي، نفسي تسامحني يا رب وتغفر خطاياتي وتشفيني يا رب. وتوبة من الآن. يا رب توبة، توبة من الآن. وتوبة من الآن يا رب. من كل الخطايا. وتحن علي. مفيش رجوع لخطية. مفيش رجوع لخطية. مفيش. ما فيش رجوع لخطيئة. امين امين يا ابونا سكن في صلواتك. حاضر يا ابونا انا محتاجه لك. حاضر يا بنتي حصل لي، وانتي اثبتي في حياه التوبه وربنا هيديك نعمه وبركه وحيش فيك. امين تعيش يا ابونا. امين يا ابونا. يلا معانا بسمة من مصر القديمة. الو. ايوه. عايزة اكلم اوتسابونا. نعم. سمحت يا اوتسابونا، كنت عايزك تصلي لي عشان انا معايا مشكلة. خير. كل ما اوتسابونا حد يجي يتقدم لي الدنيا ما تكملش وما يحصلش نصيب. ايوه. وانا مش عارفه اعمل ايه لغايه اخر مره. كان في حد وكده
وكان في معانا مشروع فتحناه والدنيا كانت مشيت، وفجأة مرة واحدة الدنيا وقفت والمشروع مش كامل مكملش، وانا مش عارفة اعمل ايه. قد صابونة مش عارفة اعمل ايه، عاوزك تصلي لي. وايه دخل المشروع في حد يتقدم لك؟ إيه لا، انا كان في حد، انا إيه احنا هنرتبط يعني، وفتحنا مشروع سوا، وكمان كان شغال في شركة كويسة جدا، وبعد كده الشركة قفلت عشان خاطر الكورونا، والمشروع ما بقاش جايب همه، والدنيا ابتدت تبعد تاني يعني. يعني كله خاص بالجواز يعني. وكل ما اصلا يعتبونا حتى من قبل الشخص ده، كان كل ما حد يجي يتقدم لي الدنيا تبوظ ما تكملش طب احنا لوحديها كده. هنصلي من اجل الموضوع ده، مش عايزة حاجة تاني من المسيح. انا يعتبونا في حاجات خطايا انا عملتها وتوبت عنها، بس ما اعترفتش عنها. انا وتوبت عنها، وانا يعني ربنا قدرني ان انا ما اعملهاش تاني يعني، ابطلها. المفروض كده اروح اعترف ولا ايه، اعمل ايه؟ يعني دلوقتي انت عايشة حياة توبة؟ بجي صراحة في حاجات بتشدني يعني، كل ما اجي اتسابونا اقرب من ربنا واصلي واخدم واعترف واتناول، احس ان الخطية بتشدني لورا. لا، اللي تاب ما يرجعش للخطية، والمسيح يساعدك. اثبتي في المسيح وعيشي حياة توبة. حلو انك عايشة حياة توبة. اثبتي بس في برجع يا أتصابونا، برجع مش لا عارفة، الخطية بتشدني. لا، التوبة من غير رجوع، التوبة من غير رجوع. توبة يعني ايه؟ يعني يعني ما شوف، رجعش الخطية تاني. لا شوفي، الابن الضال كان فين؟ كان في قوة الخطية، وكان غرقان في الخطية. وكان ايه؟ كان ايديه ميت، كان ميت. ولما رجع ابوه قال ايه؟ هو ابني، قال أقوم وأرجع إلى أبي اي ابني هذا كان ميتا فعاش. فعاش، وكان يعني ضالا كان فضل. مات، كان ميت وصحي، واللي صحي مش هيرجع يموت تاني. صحي يعني بطل الخطية. فالتوبة ترك الخطية وعدم الرجوع إليها. أمين. أمين. توبة من دلوقتي، وربنا فوق. يحقق لك أمانيك يا بنتي. معانا نادية من كندا. أيوة يا نادية، نادية من كندا. هنا أنا نادية. أيوة يا نادية. أبونا إحنا إمبارح رحنا المستشفى، قالوا لنا عندكم كورونا. أيوة. أنا وإحنا عيانين أبونا، أنا وأختي وأخو، كلنا في البيت عيانين. وأختي فادية في تركيا برضو عيانة، مش عارفة عندها إيه في الرحم. عاوزين صلاة أبونا. نصلي. حاضر، ربنا يمد ايده ويشفيكوا كلكم. لكن يا نادية، أبونا ممكن أشكر أسامينا؟ نعم، بتقولي ايه؟ أبونا ممكن أذكر أسامينا عشان تحطها على المذبح؟ اتفضلي حلونا. اتفضلي. اسمي نادية نادية وفاتن وفاديو. نادية وفاتن وفاديو وأديسون ووليام ومنيرة شمعون. وفادية ومنيرة وشمعون وأديسون ووليام وشمعون وأديسون ووليام. اوكي وليام. طيب وليام. بس يا نادية، انت عايشة مع المسيح يا نادية؟ ايوه ابونا، بس كنت يعني الأخطاء العادية ابونا، بس انا يعني اريد ان اتوب ابونا. ايه الأخطاء العادية؟ ايه الأخطاء العادية؟ ابونا يعني أبونا يعني في خطايا أبونا، في يا نادية لو سمحتي اطفي التلفزيون. أنا طلعت أبونا برا الشقة، هنا قدام الشقة.
واقفه. طيب ايه الخطايا العاديه اللي بتقولي عليها؟ أبونا في خطايا يعني، بس يعني أنا أرضي يا رب، أنا أرضي أبونا أقدم توبة وخلاص. طيب تتوبي دلوقتي يا نادر؟ تتوبي دلوقتي؟ تتوبي دلوقتي؟ أيوة أبونا. قول يا رب سامحني، يا رب سامحني واغفر كل خطاياي، واغفر كل خطاياي واقبل توبتي، واقبل توبتي وما تسمحش إني أرجع للخطية تاني، ما تسمحش إني أرجع للخطية تاني. أمين أمين. ربنا معاكم. معنا مارينا من عزبة النخل. أيوة مارينا. تفضلي. ألو مارينا. أي يا بونا. تفضلي. قبل الأيادي يا بونا. أيوة. معايا جوزي يا بونا من شهر 12 محبوس بسبب قضية بقالها 10 سنين، وطلع شغل يا بونا فمسكوه وخدوه. كانت أول جلسة ليه بيوم 17/2، فالجلسة دي كنا مقومين محامي، فالمحامي دوت معرفش يترافع، خد 3 سنين على حاجة هو ما عملهاش يا بونا. مظلوم يعني؟ مظلوم. إن كان مظلوم ربنا ينجيه. اتخذ يا بونا وخد 3 سنين وعملنا له النقض والاستشكال، والحمد لله النقض اتقبل. امين امين. نصلي ربنا يفرج عنه. صلي له يا بونا كتير، هو رميها على ربنا وبيقول انا راضي باي حاجه ربنا كاتبها لي، بس هو مظلوم حاجه ما عملهاش. ربنا ينجيه. وانت بتعترفي وتتناولي يا مارينا؟ اه يا بونا بعترف وبتناول، بس من ساعه الكورونا والدنيا قلت شوية. عايشة حياة توبة يا مارينا؟ اه يا بونا بصلي، بصلي كتير، ما فيش خطايا. امين امين. وبطلبه كتير عشان خاطر يخرجولي. احنا انا بنتك يا بونا عندي 21 سنة لسه متجوزين من شهر 12، ودلوقتي انا حامل في الشهر السادس. يا سلام. وسببها ايه القضية دي يا مارينا؟ كان يا بونا واقف في مع باباه على فرش فاكهة، كان عنده 18 سنة. واقف فين؟ فرش فاكهة. باباه فكهاني. ايوه. فباباه سابه وروح، قال له يا ابني خليك هنا انا وانا جاي لك. قال له ماشي. ففي ظابط وقف عشان هم فاتحين في ميدان، واللي هو الواجهة العامة ما يصحش ان هم يفتحوا كده، فطبيعي الحكومة تقف. فقال له معاك بطاقة؟ قال له ما معيش. معاه صورة، كان ساعتها معاه صورة البطاقة. أيوة. فخد منه صورة البطاقة وركبه العربية، بيقول لي وهو داخل مسكوا كابل كهرباء. مولع عم يا بونا مسكوا كابل كهرباء، قال له الحرز ده بتاعك انت. فهو ما كان صغير ما كانش عارف، فخده. لما بابا جه ولقى المنظر ده ضربه وقال له انت ازاي ماسك الحاجه دي؟ الحاجه دي انت جبتها منين؟ قال له يا والدي مش انا، ده حضره الظابط ده اللي ماسكاني مش بتاعي. ساعتها بابا بهدل الدنيا جوه وطلعه بكفاله 5000 ساعتها وخرج منها. مسك له ايه الظابط؟ قولي لي تاني. كابل كهرباء. يعني ايه كابل كهرباء؟ يعني اموال عم يا بونا، قال ان هو حفر يعني ولقوه مع ناس واتمسك بالحرز دوت وهو بيحفر، وهو ما كانش معاه اي حاجه من الالات دي. فهو يعني داخل الاسم مسكوه له. يعني هو ما عملش حاجه ولفقوا له تهمه؟ ما عملش اي حاجه يا بونا، قال لي صدقيني دي مش قضيتي. واحنا ما كناش يعني والدي ووالدتي ما نعرفش بالقضيه دي غير بعد الجواز. كانت معمولة في المحضر 5 سنوات غيابي. ربنا ينجي يا بنتي، ربنا ينجي، ربنا ينجي. يا نفسي يا بونا بجد ربنا يحقق أمنيته ويخرجهوني. أمين يا بنتي، ربنا معاك يا مارينا.
محرت من كندا، محرت. ايوه ابونا. مرحبا. السلام عليكم ابونا. سلام. كيف انا محرت معكم؟ ايوه محرت. ايوه محرت ابونا. ايوه خليني عليك هلا ابونا. انا عربي. نعم. عربي شويه مخسر وولدي توفى. بعد توفى ولدي الثاني خمان عنده تشنج عليك هلا. سلي لي ابونا دايره سلام النخل. الصوت مش واضح. انا اسمي محرت. ولدي ضربوه بسكين في خرطوم، وعنده وحده ولدي اسمه مدهني عنده تشنجه في الليل تجي تشنجه بسبب اخوه. صلي لي يا ابونا عليك الله دايره سلام النخل. مو فاهم حاجه. أنا من الكندا، اسمي محرت، وعندي مشكلة في البيت، عايزة تسلي لي يا أبونا. خلاص. دايرة سلام منكم يا أبونا. مشكلة في البيت حصل. دايرة سلام منكم. لا. أنت محرت من كندا وعندك مشكلة في البيت. وعايزة صلاة. ولدي توفى، قتلوه في سكين، بالسكين في. ولدك توفى قتلوه بالسكينة. الثاني أخوان عنده اثنين. الواحد عنده تشنج بسبب قاعدة يمشي تشنج بسبب أخوه. قتلوه ليه؟ ما أعرف. واحدة حبش قتلوه. واحدة أنا ربيتهم. يا محرت انتوا بتصلوا؟ نعم. بتصلوا؟ بصلي انا طيل النهار. بصلي طيل النهار. بتصلوا؟ في خطايا؟ بصلي انا طيل. في خطايا؟ يمكن ما اعرف. يكون يس ابونا. نعيش حياة توبة. امين. معانا بنت الرب ومش عايزه تقول منين. ايوه يا بنت الرب. نعم ايوه. فين بنت الرب اللي ملهاش بلد دي؟ عين يا ابونا. نعم ايوه يا ابونا. نعم اقبل العياده يا ابونا. قبلي يا ستي. نعم. محتاجة صلاة في حروب كتير على حياتي وعلى بيتي. حروب ازاي؟ حروب من عدو الخير. ايه نوع الحروب يعني؟ في حروب على في ايه؟ على حياتي. في حروب على حياتي، في حروب على جسدي. محتاجة صلاة. انت بتعترفي وتتناولي؟ ايوه يا بونا. في خطايا؟ لا ما فيش خطايا. يعني عايشة حياة توبة؟ عايشة حياة توبة وحياة مقدسة. طب ايه الحرب اللي بتقولي عليها؟ الحرب دي على جسدي وعلى حياتي. يعني على ايه على جسدك؟ يعني ايه؟ في تعب جسدي. عيانة يعني؟ هو مش عيان. ما انا عيان. امال ايه؟ سامة. أنا محتاجك تصلي دلوقتي يا أبونا. أصلي. حاضر. ماشي يا أبونا. ربنا يكون معاكي ويؤمر بالشفاء والحرية. أمين. في اسم يسوع المسيح. أمين. أيوة. مين معايا؟ الو هناء. نعم هناء. نعم. من امريكا. ايوه هناء.
نعم أبونا، كيفك؟ كيف الصحة؟ يا رب تكون بخير. تعيشي. نعم أبونا. أبونا بطلب من الرب ومن عندك إذا أي في أي قيود ضدي بدي تصلي لي إياها، تروح هذه القيود، أي في أي إشي في جسمي باسم ربنا يسوع تنزع هذه القيود. أبونا عندي كآبة، كآبة تنزع هذه الكآبة، أي قيود ضدي وضد باسم ربنا يسوع فلتنزع هذه القيود. أبونا بدي صلي لي إياها الصلاة. حاضر حاضر، لكن قبل ما أصلي هل في خطايا ولا عايش؟ نعم أبونا. عايشة حياة توبة؟ نعم. في خطايا؟ أنا عايشة حياة توبة، بعرف يسوع، بعرف طريق يسوع، ويا ربي يقوي إيماني أكثر وأكثر. آمين آمين. وأنا هقول باسم يسوع المسيح أنتهر كل المحاربات وتتفك كل القيود وتعطي حرية لعبدتك وسلام وفرح. آمين آمين. أيوة معنا بنت الرب من القاهرة. أيوة. ألو، سلام يا مأسبونا. سلام. أرجوك، أنا تعبت كتير قبل ما أوصل لقدسك عشان أكلم قدسك وأخد بركة من قدسك. أنا محتاجة صلاة من أجل أخويا غضبان هو ومراته، بقاله 7 سنين وعملنا كل المستحيل عشان ترجع مش راضية. فنفسي ربنا يلم شملهم، هو قال كده كل اللي فارقوا اللي ربنا اللي بيجمعهم ما فيش انسان يفرقهم. ايوه. فنفسي المسيح فعلا اشوف منه معجزه، نفسي فعلا، لان انا قريت كتير عن المسيح وشفت معجزات كتير وشهداء ليبيا والنور المقدس اللي بيظهر من القبر، فنفسي فعلا نفسي المسه لمسه حقيقيه. يعني انا بقول له اعتبرني زي توما بس المس اخواتي، قدسهم، حل مشاكلهم، رجع لاخويا مراته وابنه، نفسي اشوف فعلا معجزه. وهي مش عايزه ترجع ليه؟ رفضت ترجع تماما. ايه؟ بدون اي اسباب. بدون اي اسباب. 7 سنين سايبه جوزها؟ اه. وانتوا عايشين مع المسيح؟ لا مش كلنا. مش كلنا. طب وانتي؟ انا بشكر المسيح، بس في حاجه فيا ان انا كل ما بصلي بقالي 9 سنين بصلي طلبات كتيره بس مفيش حاجه بتتحقق. لا خلينا دلوقتي، خلينا في التوبة دلوقتي، في التوبة. أنا نشكر الله أنا تايبة. برافو برافو. بس مشكلتي في إخواتي، إخواتي اللي عندهم مشاكل، إخواتي الـ يعني والأخص أخويا. خلاص لما تصلي لهم ربنا هيباركهم. طب ما أنا بصلي كتير بس مش شايفة حاجة، ليه؟ في الوقت المناسب ربنا هيستجيب. امتى؟ انا ليه النهار عيني ما بتنشفش؟ ده انا مثل الفتية الثلاثة اللي كانوا في اتون النار، انا في اتون النار. كل اموره بحكمة يصنعها، لست تفهم الان، لست تفهم الان. بقالي 7 سنين يا ابونا، 7 سنين طاقتي خلصت. لحكمة يعرفها هو. طب علشان هو ما يخلص ناس يهلكني انا اللي تبت اللي عايشة حياتي كلها عشانه؟ ربنا حاشا أن ينسب إليه تقصير، لكن في الوقت المناسب ربنا هيستجيب. ربنا معك. أيوة معنا بنت الرب من القاهرة. أيوة. سلام عليكم. نعم. عايز أقول على معجزة عملها ربنا معانا. علي الصوت. بقول لك ربنا عمل معجزه معانا، فانت قلت اللي يعمل ربنا معاه معجزه لازم يعملها يقول. اتفضلي اتفضلي.
السنة اللي فاتت دي سنة 20 كان جوزي تعبان وربنا شفاه شفاعتك وشفاع قديس السفير. الصوت مش واضح. ها؟ بقول لك ربنا عمل معاه معجزة شفاه. أي. فنشكر المسيح يعني بصلاتك يا ابو. قولي المعجزة بالتفصيل ايه؟ المعجزة كان عنده تعبان نفسيا يعني. مين؟ كان تعبان نفسيا. مين هو؟ جوزي. جوزك ها؟ فيعني نشكر ربنا يعني الحمد لله تحت مجد معاه وصلى من أجله. وخف بالصلاة يعني. خف الحمد لله. وانتوا عايشين مع المسيح؟ نشكر المسيح يا ابونا نشكر. الحمد لله. ربنا يكون معك يا بنت. عايزك تصلي من اجل ولادي. حاضر. انا خمسه صنايع هذا السنه ده عايزين المسيح يتمجد معاه وياخد كليه حلوه ان شاء الله. حاضر تفضلي. معانا امجد من القاهره. سلام ونعم يا ابونا. سلام يا امجد. معلش انا مش هطول على قدسك. انا بس الفكره كلها بس ان انا كنت كلمت قدسك قبل كده من فتره ويمكن قدسك قلت لي انا فرحان بيك وديتني كلام تعزيه جامد ان انا يعني كنت عايش في حياه خطيه وغضب وكده وبعد كده اتفاجئت بان مراتي راحت السماء زي ما قدسك عارف وولادي الكبار يعني انا عندي 3 ولاد 2 كبار وواحد لسه صغير انا بسمع سمعت كلام قدسك وبقيت احاول ان انا اخدم المسيح وان انا اعين المجربين وكده بس روح الحزن على 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 مريان مراتي مكلبشه في قلبي كلبشه غير طبيعيه وبتخليني ابكي لا كتير لا شوف ربنا بيقول ايه لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم يعني صحيح ممكن احزن والى حين لكن في رجاء ويقول فرحين في الرجاء فاحنا مش زي اهل اسمعني مش زي اهل العالم بنحزن ونلطم لا خلاص ربنا سمح اشكرك يا رب ومع الشكر ربنا هيدي لك سلام ويدي لك راحه قلبيه ربنا معك يا حبيبي ايوه معانا هاني من مطاي. الو. ايوه يا هاني. بص يا ابونا الولد ايه؟ نعم. يا ابونا انا كنت حادث موتوسيكل. انت ايه؟ كنت عامل حادث موتوسيكل وركبت شارع مسامير وعملت عمليتين وعايز التالتة تاني. عملت عمليتين. وبعدين؟ وبعدين يا ابني ما فيش غير البيت واتكسرت وعند اللحم اللحام بتاع العصر بتاع الطعم يعني بيتخن بالعافيه الصوت بيقطع طب يا ابونا ممكن تقول عليك مطبخ تاني عشان الشبكه بتاعت كده وحشه انا مش سامع مش واضح الصوت طب ثواني يا ابونا ارن عليك من خط تاني ينفع؟ اتفضل استني هيتكلم تاني ده معانا ام مينا من سوهاج ايوه ام مينا ام مينا هوني نعم عامله كويس نشكر ربنا عايزينك تكون تمام يا ابوي ها عايزينك تصلي لسلف ابويا تعبان ماله بتجيله شنج على طول بيشنج على طول وبيغمى عليه يجيله ايه بتجيله شنج على طول بيشنج وبيغمى عليه يشنج ده بسبب ايه ما غير سبب لسه كاشف وعمل اشاعات وتحاليل قالوا له ما فيش اي سبب طب ده سلفك امال فين انت وفين جوزك وعيالك؟ انا موجوده وجوزي موجود وعيالي موجودين. ايه حالكم مع المسيح؟ الحمد لله نشكر ربنا. في خطايا؟ لا ما فيش ابويا نشكر ربنا الحمد لله.
فيش فيكو حد بيحلف؟ بنحلف يا ابوي. ها؟ بنحلف يعني بعد احيان. بيكذب؟ يعني احيانا. بيشتم؟ يعني في يا ابوي برضه. بقول لك ايه؟ نقول يا ابوي. انتوا كم واحد اللي سامعيني دلوقتي؟ احنا اسرة كاملة. كم كتار. واحد؟ دلوقتي كم واحد؟ كتار، انا مش عارف اعدهم، كتار. اللي قاعدين دلوقتي قدام التليفون. كتار يا ابوي، يطلعوا 10 في الزرعبيل. طيب، شوفوا العشرة يسمعوني. العشرة يسمعوني. ايوه يا ابوي، كلهم سمعنا. المسيح شخصيا في وسطيكم. هقول تاني. لا خلاص ما تتكلميش تاني. المسيح شخصيا في وسطيكم، بيحبكم جدا زي ما بيحب كل انسان، بس عايز ولاده وبناته يسمعوا كلامه، لان اي اب ابنه ما يسمعش كلامه يزعل منه، يقول له يا ابني اسمع الكلام. ايه كلامك يا رب؟ يعني ربنا بيقول لنا كلنا ما تخطيش، ما تعملش خطية. زي ايه يا رب؟ قال ما تحلفش، قال ما تكذبش. طب واللي يكذب واللي يشتم واللي يحلف ده نهايته صعبة. بيقول جميع الكذبة نصيبهم البحيرة المتخذة بالنار والكبريت. جميع الكذبة. بيقول لا شتامون يرثون ملكوت الله. يا نهار ابيض. لا يا ربي. يبقى كلنا نقول ايه؟ قولوا معايا كلنا، يا رب سامحني. قولوا معايا كلكم، يا رب سامحني. واغفر كل خطاياي، واقبل توبتي، ومن النهارده حياه جديده، مفيش رجوع للخطية، واروح اعترف واتناول. امين. ربنا معاك والرب فرحان بيكو جدا. سلام. معانا اسحاق من البحيرة. ايوه اسحاق. الو يا بنا. ايوه. مساء الخير يا بنا. مساء الخير. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. تعيش. كنت عايز اقدم طلبة صلاة يا بنا ليا ولحماتي ربنا يشفيها، ومرات ابن عمي ام ماركو، وجرجس 10 سنين مخلفش، ربنا يمد ايده يا بنا. حاضر. وايه تاني؟ ويحافظ على اولادي ويحافظ عليك ويديك الصحة. حاضر. وايه تاني؟ بس يا بني ربنا يخليك. شوف كل ده بتطلب، عايز تاخد تاخد تاخد، ما جبتش سيرة المسيح. انا عايز اكون مع المسيح يا بني. كلمه. انا مقدم توبة ليه. كلمه. عايز اكون معاه. كلمه. يا رب عايز اكون معاك وسامحني، وابعد عني الشيطان وافكاره، وابعد عني كل شيء شرير من الشيطان بيحاربني يا ابانا ومحاربات شريره. اطلب منك يا رب انك تسامحني وتكون معايا وتساعدني. الله. والرب سمع واستجاب. تعيش يا ابانا. تعيش. ربنا معاك ويبارك حياتك. تعيش يا ابانا. ربنا يخليك. تفضل. تعيش يا ابانا. ربنا يخليك. سلام. سلام. ايوه ابو كراس من اسيوط. السلام والنعم يا ابونا. سلام. ايوه يا ابونا، نفسي تصلي من اجل انه المسيح يلمسني، الملك الرب يلمسني، اللي يسوع يلمسني لمسه شخصيه يا ابونا. ليه يلمسك؟ ليه؟ ويبارك حياتي يا ابونا وبيتي يا ابونا. ايوه. وتصلي من اجل ابونا، نفسي اترمي في حضن السيد المسيح واعيش في السماء في الارض كاني في السماء ابونا.
طب هو قدامك دلوقتي المسيح قدامك، اترمي في حضنه. طبعا يا ابونا انا صدقني يا ابونا ان انا عايش حياه توبه اعتراف والتناول الله. وصمت يا ابونا صيام تقاطع الاسبوع، يا سلام، الصيامات كلها يا ابونا، بصوم اربع وجمعه برضو، بس نفسي ربنا يعني يحوش عني التجربه، الشيطان مسكني من عيني يا ابونا. ايه يعني ايه ماسكك من عينيك؟ يعني بيخليني ابص على لو واحده معديه يعني كده يا ابونا، بس انا نفسي انا عايش حياه توبه، بس الشيطان هو اللي مسيطر على عيني. حلو خالص، افتكر كويس انك عايش حياه توبه، واضح انك انسان مبارك. تعيش يا ابونا. افتكر لما تبص لحد، خلي في ذهنك وفكرك وقلبك صوره المسيح، فتشوف كل واحد في المسيح وكل منظر تشوفه في المسيح. الحاجة التانية تفتكر ان المسيح ماشي جنبك ولازق فيك، اسمه عمانوئيل، واخد بالك؟ فما تفكرش في غلط ولا تبص نظرة فيها شهوة ولا فيها نجاسة. لا انا صدقني يا ابونا عايش حياة توبة، ونفسي اشوف كل حاجة حلوة، ونفسي ان عيني دي بتشوف، يعني مجرد يا ابونا كرهت نفسي وكنت عايز انتحر، بس ربنا عمل معايا كذا معجز. خلاص ربنا يحديك نعمه وبركه. امين امين يا ابونا ابونا امين يا ابونا، واذكرنا في صلواتك يا ابونا. حاضر. ايوه ما. الو، معانا بنت الرب من سوهاج. ايوه ايوه بنت الرب مش لحاجة قلت أبونا. أهلا يا بنتي. بنتك يا أبويا كل سنة وبنتك طيبة. وأنتي طيبة، تفضلي. ماشي يا أبويا الله يخليك. معلش يا أبونا نفسي صلي لي قلتك إن أنا أعرف المسيح أولا معرفة حقيقية، وإني أتوب ما أرجعش الخطية ثاني. وإمتى؟ من الآن نفسي يا أبونا الآن. من الآن؟ من الآن نفسي دلوقتي كده. برافو برافو برافو، والرب سامع صوتك وقابل طلبتك واستجاب الطلبة، وانت دلوقتي في ايده. توب عن كل الخطايا، توب عن الماضي كله. ماشي يا ابونا. حاضر. ايه تاني؟ ايه تاني يا ابونا؟ نفسي ان ربنا يشفيني ويشفي اولادي ويهديهم ويشفي اخواتي، عشان هم تعبانين يعني في حياتهم ابونا شوية، وثلاثة برضه تعبانين. أنا نفسي كل إنسان يبقى كويس أولا طريق ربنا، وبالتالي إنه ما يشوفش تحت العالم ده يا أبونا. العالم بيجي صعب زي ما قلت لك شايفه، وبشوف صدقني ظروف وناس يا أبونا بتتعب علي صدقني. برافو برافو برافو، أنا مبسوط منك خالص، لأني أول ما اتكلمتي عن التوبة والرجوع والحياة مع المسيح، وبعدين قلت الطلبات بتاعتك، عشان كده ربنا مد ودن وسمع طلباتك وامر بالبركه. ربنا معك ربنا معك. هاني منين؟ معنا هاني منين؟ هاني من اسيوط. ايوه سلام يا ابونا. ايوه يا هاني، ازيك يا ابونا؟ نعم يا حبيبي. عسل بت صلاة أبويا أبويا. طلبة صلاة قوية. عندنا ضيقة نفس يا أبويا. إيه؟ عندك ضيقة نفس قوية يا أبويا. عندك ضيقة نفس. أبويا بس يا أبويا. ولا إيه؟ اسمه صالح يا أبويا. ولا حاول بقى تجيبوك إيه ما فيك يا صالح. ولا باسم يسوع يا أبونا يشفى صالح. باسم يسوع يشفى صالح. عايزنا نعترف يا ابونا. هل هي هتمليك وتمليني؟ ايوه يا ابونا. يا عم ثواني، انا خاطي يا ابونا. ايوه. انا خاطي، والخاطي يعمل ايه يا هاني؟ اقدم توبه يا ابونا. امتى؟ دلوقتي يا ابونا. خلاص قدم توبه وكلم المسيح. نقول له يا رب سامحنا على كل شيء عملته يا رب. ايوه. عن كل خطيئة عملتها يا رب سامحني واغفر لي عليها يا رب. وتوبة؟
توبة يا أبونا. من النهارده ما فيش رجوع للخطيه. لا يا أبونا. امين امين يا أبونا. امين. يلا يلا سلام. ثواني يا أبونا. نعم. تلبس خلع البت اخت عندها توحد يا أبونا، عندها 3 سنين ما تتكلمش. حاضر. واخت برضه عملها تعبها أبونا، اسمها هبه، اذكرها يا أبونا. حاضر. ومحرمات. يلا سلام. معانا إيريني من الخصوص. أيوة إيريني. ألو سلام أبونا. أيوة. أنا إيريني من الخصوص. أيوة. أبونا أنا قبل ما أطلب الصلاة عايزاك بس تصلي لي إن أنا أرجع لربنا وأبقى فعلا أنا حاسة إن كل حاجة متلخبطة. صوت بيقطع. بقول لك كل حياتي مش مظبوطة يا أبونا. كل حياتك مش مظبوطة. الله. كلمة كلمة حلوة. تفرح قلب المسيح، بس لابد يكون بعد منها حاجة. إيه الحاجة يا إيريني؟ التوبة. الله. كملي هتقولي إيه؟ أتوب وبعد كده أرجع لخطايا وقت ضعف. برافو برافو برافو. فأنا أنا عايزاك تسمعني عشان أنا كنت كمان عندك في الاجتماع ومن سنين يعني، وطلبت منك طلبة وكلمة قبل ما تخرجي من المكان وأنا طيبة. حصل فعلا وبعد كده جت وقت ضعف، أنا ضعفت ورجعت. أنتوا الصوت واضح عندكم؟ نعم. الصوت بيقطع يا إيريني. أبونا مكاني أنا بقول لقدسك، أنا كنت عندك قدس حضرتك في المقصية من 2 سنين 3 كان اسمها يوم الأحد. من كم سنة؟ من 2 3 قبل موضوع كورونا. من 2 3 وبعدين قبل موضوع كورونا. اتكلمي كلمة كلمة يا إيريني. حاضر يا أبونا. فبعت لحضرتك ورقة فيها الأسئلة اللي أنا كنت عايزاها، وحضرتك قلت لي قبل ما تخرجي من الاجتماع تكوني قدمة توبة. قبل ما تخرجي ايه؟ من الاجتماع تكوني قدمة توبة. قدمتي توبة. قدمت توبة وحسيت بلمسة حلوة من ربنا، وحسيت فعلا ان الدنيا حلوة قدامي، بس مع ضغوط الحياة ولحظة الشيطان ولحظة الضغط رجعت تاني. وده اللي بيزعلني من نفسي، ان انا وقت الاعتراف حلو وكويسه ودايما بحس بتأنيب ضمير لما طيب. بعمل ودلوقتي دلوقتي في خطايا كتير. في خطايا. في خطايا. يبقى توبي دلوقتي. خلينا في المهم. خايفه اضعف يا ابونا وابقى دوت. لا بايدك ما ترجعيش. لما تتعرضي لحرب ابكي بدموع غزيرة للمسيح، قولي له احميني وشجعني وقويني. ابكي بدموع غزيرة والرب هيحميكي. بس كلمي المسيح دلوقتي في عهد، تقولي له ايه؟ اكلم المسيح قبلي. كلمي المسيح وتعهدي بالتوبة الحقيقية. ها؟ اول حاجة اطلبها منه ان هو واحد بينه وبينه، اقول له سامحني واغفرني. ايوه. سامحني واغفر عن كل ذنوبي، اسندني وارحمني وكن معايا. ايامنا صعبه وايام غربتنا صعبه ومحتاجه منك لمسه ومعونه، وحررنا عن كل خطيه. امين امين. ربنا سمع واستجاب. تفضل يا ابونا. ايوه. معانا مريم من الخصوص. ازيك يا ابونا؟ ايوه يا بنتي. انا اسمي مريم من الخصوص. بص يا ابونا، انا على طول تعبانه وعينه، وبكل رحت الدكاتره كتير، اشتكيت بقلبي والغضروف وبكل حته في جسمي وعينه، ومش قادره ومفيش علاج نافع معايا، والكل بيقول لي ده ممكن يكون ده عمل شيطاني، فانا مش عارفه اعمل ايه يا ابونا. وعلى طول مشاكل انا وجوزي، وعلى طول بنتخانق. انا تعبانه قوي يا ابونا. طيب. كل حاجه في جسمي توجعني، بقوم كل يوم بمرض شكل،
مش قادرة وتعبانة، عايزاك تصلي لي ربنا. طب الشيطان ما يقدرش يعمل حاجة معانا إلا لو في خطية، واخد بالك؟ يبقى لو كان زي ما بتقولي من الشيطان يبقى ندور على حل. فالأول نتوب توبة حقيقية، إيه رأيك يا مريم؟ طبعا يا بونا، طبعا نتوب توبة أبدية يا بونا. بس صدقني أنا عايز أقول لك على حاجة، استني بس، المسيح مش موجود في بيتي. طب استني بس، استني بس، قول لي يا بونا. المسيح ما بيغيبش لأنه مال الكل، وموجود في بيتك، موجود في بيتك، انتوا اللي مش حاسين بيه. فانت شوف يا مريم، ابتدي دلوقتي بحياة توبة، وبعد كده كل حاجة هيستجيب الرب ليها. ايه رأيك؟ كلمي المسيح، كلمي المسيح اللي واقف قدامك واللي في بيتك. صدقني يا ابونا بكلمه كل يوم دلوقتي، كلمي دلوقتي، تقولي له ايه دلوقتي؟ تقولي له ايه؟ اقول له طب، اقول له سامحني، 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 واغفر كل خطاياي، واغفر كل خطاياي، واقبل توبتي، واقبل توبتي من النهارده، من النهارده، مفيش رجوع للخطيه، مفيش رجوع للخطيه، وملانا من سلامك، وملانا من سلامك. يلا سلام. معانا بنت الرب من القاهرة. ألو؟ أيوة أيوة. نعم. سلام يا صابون. سلام. معلش يا صابون، احنا كنا عايزين تلبس صلاة، احنا أسرة حزينة جدا ومدمرة جدا جدا. حزينة ليه؟ حزينة ليه؟ عندنا مشاكل كتير يا ابونا خالص. مامتي تعبانة، عندها ضمور في خلايا المخ وعندها القلب، وخايفة تموت وما تكونش فرحانة بينا. كتير قوي بيجي لي ارسال بيتقدموا لي والموضوع ما يكملش، وسني بقى 37 سنة، واخويا في مشاكل بينه وبين مراته، ومنعاه من ابنه، ومنعاه ان هو حتى يسمع صوته، لدرجة ان كان تعبان ودخل العناية المركزة وبرضك ما رضيش تسمع صوته، واباء كانت دخلت كتير عشان تصلحه لكن هي رافضة. طلبة طلبات يا ابونا احنا مش عارفين لو اخويا نفذها ده صح ولا غلط، محتاجين رأي قصك. هي طلبة ان البيت يكتب باسمها وتكون هي الوصية على الولد فقط. لا غلط طبعا، ما كل الاباء قالوا لا مفيش كده، وبقالها 8 سنين رافضه ترجع خالص الا بالشرط دوت، ومش راضيه تسمعه صوت ابنه خالص خالص. ربنا يحل يا بنتي، ربنا يحل. وانت عايشه حياه كتير يا ابونا، عايشه حياه توبه. بحاول يا ابونا. يعني ايه بتحاولي؟ يعني بيجي لي افكار شريره، اقول يا رب قويني يا رب قويني، مش عايزه اقع في الخطيه، امسكني وقويني، ومش عايزه اهلك، خليك جنبي. تتوبي عن كل خطيه دلوقتي. امين يا رب، امين. تبتدي حياه توبه. حاضر. كلمي المسيح تقولي له ايه؟ يا رب سامحني وقويني، وما تخلينيش اقع في الخطيه، ودايما تكون في قلبي ونور عينيا، وتكون انت خطوتك قبليه، وسامحني يا رب، سامحني على اي خطيه انا عملتها. امين امين. معانا امل من بني سويف. الو. ايوه يا امل. سلام يا وسط ابونا. سلام. كنت حضرتك طيب. وانت طيبه. زي ما انا طالبه من حضرتك صلاه يا ابونا، معايا اخويا عماد عنده 36 سنه، بس زي ما تقول حضرتك الظروف مش مسامحه خالص، ولا في امكانيات ولا كده، ونفسه يصلح زي اخواته ويجاله بيه. 36 سنه. بس اشتغل كتير وغليل، بس ما يبدلوش، رايحه لاخواته ورايحه لامه عشان صاحبه مرض في القلب، ومش كاتر قرش، ونفسه يبقى له بيت زي اخواته، وعلى طول حزين وحاطط في نفسه. ربنا يسمع ويستجيب. ايه تاني هنا؟ يا رب يا اخويا. اخويا الكبير يا ابونا معاه 3 بنات، بس برضه مراته مغبونه واخده منه العيال وحرماه،
بسبب ان عليهم ديون انت وهم عايشين مع المسيح. طبعا اللي سايبين بيوتهم دول يعرفوا ربنا. طب خليني معاك انت، يا امل، انت عايشه مع المسيح؟ اكيد يا ابونا طبعا، انا ليش بركه كتير، وانا عندي ثلاث بنات يا ابونا، وكنت بتمنى طفل ولد، وربنا اعطاهوني كده من غير سبب. انا دلوقتي حامل في الشهر الخامس يا ابونا. ربنا معاك يا بنتي، ربنا يخليك، وخليني ربنا يكمل لي على خير. امين. معانا بنت الرب من سوهاج. ازيك يا قدس ابونا؟ اهلا يا بنتي، عامل ايه يا قدس؟ اتفضلي. عايزك اصلي لبنتي، يعني فقد حاسه الشم والتذوق من كورونا لها فتره وما رجعتش. نصلي. حاضر. عايزك تصليها برضك عشان تذاكر في الامتحانات يعني، وتهدى في الامتحانات وتذاكر. حاضر نصلي. ايه تاني؟ عايزك تصلي من اجل نوصل للسماء ونعيش مع المسيح على طول. ما نبتدي العيشه من هنا. معاش يا بنت. ها؟ ايه رايك؟ أي صح، ما انا عايشه مع المسيح واحب المسيح، ما نشكر على كل حاجه. يعني انت دلوقتي ايدك في ايده؟ ان شاء الله. عايشه حياه توبه؟ يعني حاجات بسيطه، يعني خطايا بسيطه خالص. لا نتوب عنها. نتوب عنها. خطية واحدة تخليني يا إما مع المسيح يا إما بعيد عن المسيح. لا إن شاء الله نبدأ توبة على طول إن شاء الله. إمتى؟ من دلوقتي. قولي كلمي المسيح. لا يا رب يسوع المسيح، نشكرك على كل حال، لأجل كل حال. يا رب سامحني واغفر لي خطيتي، وأنا شهوة قلبي من يكون معك في السماء ونوصل السماء وكل اللي حواليا وولادي وجوزي كلهم. آمين. آمين. معانا عادل من الزاوية. أيوة يا عادل. عادل. ألو. أيوة يا عادل. أيوة يا أبونا. نعم. أنا نفسي كنت أسمع صوتك، بعطيني صوتك. صوت المسيح. صوت المسيح. تفضل. أنا أبي ماشي في سكة ربنا بنعمة ربنا. أمين. وبصلي. أيوة. بس ساعات وأنا قاعد مفيش حد يحلف، ألاقي تطلع مني حلفان كده أقول والله. لا نتوب. إن شاء الله يا أبونا. كلمة صدقني، كلمة صدقني دي كرازة. لما تقول صدقني للعالم هيفهم انك مسيح وبتشهد للمسيح. كلمة صدقني كرازة. تفضل. انا اولا اشكر ربنا على كل نعمته ومحبته معايا ومع بيت. اي. وبقول رب سامحني على كل خطيئة فعلتها، ودبر امري واجعلني اتوب، ما اخلفش تاني خالص، عشان هي دي الغلطة اللي انا بغلطها. امين. وعايز من اسرتي يا ابونا كنت طلب صلاه. انا عندي انيميا حاده اكلت جسمي كله. ربنا يؤمر بالشفاء. ربنا يؤمر بالشفاء. امين في اسم يسوع. وعندي البنكرياس متفشي ورجلي مرارة من تحت. خلاص يشفيك من كل مرض. امين. امين. تفضل يا عادل. معانا بنت الرب من امريكا. ايوه. الو قدس ابونا، ازي حضرتك؟ اهلا. انا مبسوطه قوي 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 قوي. بركه بركه بركه. المسيح معاك. ايوه، عشان كده انا بتكلم النهارده، عشان انا عايزه عارفه ان المسيح في وسطينا. اول حاجه عايزه اشكره مع كل الخطايا اللي احنا فيها، لكن واقف معانا وبيساعدنا في كل حاجه. فانا بشكره من كل قلبي.
من أسبوعين جوزي كان بيتلوى من الوجع، وقلت له اشرب من المية، وهو أساسا قال لي أنا شربت من المية من وأنت مصلي عليها صابونة، وطلبت له الإسعاف، والإسعاف جه وخده، وما فيش دقايق لقيته راجع تاني بيقول لي الوجع راح والحمد لله. فأنا بشكر ربنا وعايزة تلبس صلاة من حضرتك يا صابونة، إنك تصلي لربنا إنه يطلعنا من الكسل اللي احنا فيه، عايزة يخلينا على طول نعرف نصلي ونقرأ في الكتاب المقدس وما نشيلوش من قصاد عينينا. الحياة بتلف بتاخد الواحد في حاجات كتيرة، بس أنا عايزة أتخلص من الخطايا اللي أنا فيها، عايزة أتخلص من الكسل. طب بقول لك إيه؟ سيبك من أبونا مكان دلوقتي وكلمي المسيح اللي واقف قدامك. حاضر. تفضلي. يا رب أنا أشكرك، أشكرك على كل حاجة. أنت عارف قلبي، وأنت قايل يا رب إن أنت واقف بتخبط. يا رب أنا جوه البيت مغلولة، ممسوكة بأغلال. أنا عايزك تكسر باب قلبي يا رب، خش حررني من كل الحاجات الوحشة اللي في قلبي. مش عايزة أبص لحد، مش عايزة يبقى فيه غيرة، مش عايزة عايزة أكون بنتك بجد. وعايزة إيدك يا رب على طول، ما بصش لغيرك. وأشكرك يا رب، أشكرك على محبتك، أشكرك. أمين. وكمل إيدك معايا يا رب. ربنا معاك ويبارك حياتك. أيوة. نعم. مش سامع. أنا أم جرجس من عزبة النخل. أم جرجس. قبل يديك بتشغونا. أيوة أم جرجس. أنا طلب الصلاة لإبراهيم يا بنت شابونة. لمين؟ لإبراهيم جوزي. ماله؟ كان عمل قسطرة، الدكتور قال له عندك عملية قلب مفتوح. بعد ما عمل القسطرة يا بنت شابونة، الدكتور قال له العملية مش هتنفع عشان عضلة القلب ضعيف. فاحنا طالبين منك طلب الصلاة يا بنت، ربنا يتمجد. واحنا لينا الطبيب الحقيقي، ربنا يمد ايده ويؤمر لي بالبركة. لكن يا أم جرجس أنتوا كلكم عايشين مع المسيح؟ لا، في خطايا يا بنت صابونة. نتوب عن الخطايا دلوقتي يا أم جرجس. نتوب يا بنت صابونة. إيه رأيك؟ كلمي المسيح تقولي له إيه؟ أقول له يا رب تدخل في حياتنا يا رب، وأنت اللي تلمس، ويا رب اغفر لنا خطايانا واسكن في قلوبنا، وتعالى يا رب تعالى زورنا واتقدنا. قولي له توبة من النهاردة. توبة من النهارده عن كل الخطايا. عن كل الخطايا. واشفي جوزي. واشفي جوزي يا أبونا، صلي لي يا أبونا. حاضر. أمين. أمين. عندنا وقت تاني؟ في معجزات. يلا. يلا نشكر الرب اللي باركنا وأحسن إلينا كرامة ومجد ليك يا رب، أعطيتنا أكثر مما نطلب أو نفتكر، عزيتنا وطيبت خواطرنا، وضروري فرحت كثيرين، وأمرت بالبركة لكثيرين، صنعت بنا معجزات، نرفع إليك ذبيحة حمد وشكر تليق بجلالك. وبنصلي من أجل مرضى الكورونا، وبنصلي من أجل المرض في مصر، ونقول باسم يسوع المسيح الناصري الكورونا تنتهي من مصر. أيها الإله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح،
وكنت وأنت في الجسد عن الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لاسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة، مجرد ما أذكر اسم المسيح كل روح تغادر الجسد. فأي إنسان باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطاني يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. عند أقدام المحبة هناك عند الصليب عند موضع خلاصي معك.